أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أهمية التعاون بين الأوقاف ومختلف محافظات الجمهورية في إطلاق حملات التوعية العامة للمواطنين والتي ترتكز على القضايا المجتمعية من خلال الدروس والندوات والقوافل الداخلية لأئمة الأوقاف. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بالمحافظة لمتابعة سير خطى العمل الدعوي بالأئمة والدعاء وقيادات الدعوة. حق الطريق العام، مخاطر الانفجار السكاني، التطعيم والمسح الوقائي والعلاجي للفيروسي وغيره، قضايا مجتمعية متعددة وجبت التوعية العامة بها للمواطن. ومن هذا المنطلق يأتي التعاون بين الأوقاف ومختلف المحافظات في إطلاق الحملات التوعوية من خلال أئمة الأوقاف، تأكيدة وزير الأوقاف خلال لقائه قيادات الدعوة بمحافظة القاهرة في حضور محافظها الجديد. هتبقى في خطة على مستوى المحافظات من خلال الدروس والندوات واللقاءات في المساجد، هتركز على أمرين. الجانب الأول الاهتمام بقضية النظافة وعناية الإنسان بالنظافة، سواء بنظافة المكان أم البيت أم النظافة العامة، والإسهام في النظافة العامة وحق الطريق. الجانب الآخر خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله هتكون حول الإسلام والعلم والأخذ بأسباب العلم وألا نكون بمعزل عن الحياة، وهتكون بتتكلم يمكن بصفة أساسية عن موضوع التطعيم، سواء كان تطعيمات الأطفال أو التطعيمات العامة، وإن ده بتأتي في إطار خطة الدولة للاهتمام بالصحة، وإن على المواطنين أن يتعاونوا. التعاون بين محافظة القاهرة والأوقاف في شتى المجالات خاصة المتصلة بالمواطن كأعمال البر وخدمة المجتمع أبرز ما أكد عليه محافظ القاهرة خلال اللقاء. هناك تنسيق كامل ما بين محافظة القاهرة ووزارة الأوقاف، خطة بشأن إعادة ترميم جميع المساجد على مستوى القاهرة لتليق بالمظهر الحضاري الأسري للدين الإسلامي وبمصر القديمة العريقة. ويأتي ختام اللقاء بالتأكيد على أن كل ما يؤدي إلى قوة بناء الدولة واستقرارها هو من صميم الأديان ومقاصدها العليا. لمناقشة القضايا المتصلة بالدعوة وأعمال البر وخدمة المجتمع يأتي اجتماع وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة بقيادات الدعوة وأئمة المساجد كل وجيز فترة وفق خطة شاملة ومنظمة لتجديد الخطاب الديني. من محافظة القاهرة وليد هيكل للتلفزيون المصري.